تأخير أكشن، أنا كنت فاكر السكشن الساعة 4:30 مش 4، فلحد ما المدربين بتوعكم قالوا لي يعني. فا أوكي ليتس جيت تو إت. أول حاجة عندنا لوجيستكس كالعادة، البروجكت إز أولموست دان، هنزل لكم الأسبوع ده إن شاء الله. بروجكت هيبقى تو فيزد بروجكتس. أنتوا دفعتكم كام واحد؟ وريني كده في كام واحد في التيم هنا؟ معرفش، ممكن أجيبها أكشلي. اوكي لا انتوا كتير. probably البروجكت بما ان انتوا كتير عشان بس نقلل التيمز فهنخلي تيمز كبيره شويه. البروجكت غالبا هيبقى تيمز اوف 3، طبعا 3 ده الماكسيمم، اللي عايز يخش لوحده يخش. mainly يعني الايديا اللي عندي لحد دلوقتي ان هو هيبقى بروجكت على analysis لسيلف درايفنج كارز للرودز وللعربيات اللي موجوده في السيلف درايفنج كارز يعني. خلينا ننزل لكم ديسكريبشن احسن، بس زي ما قلت لكم هيبقى تو فيز بروجكت يعني، وهيبقى تيمز اوف 3. يو كان بروبلي بيجن ذيس تو انتل اي اناونس البروجكت. طيب النهارده ان شاء الله هيبقى توتوريال. خلينا نبتدي في التوتوريال. المره اللي فاتت كان معظمه لاب، هاويفر اي لايك جيف يو اون سم انتروداكشن اباوت الايمج بروسيسنج او الكمبيوتر فيجن. كنا بنتكلم زمان ان احنا عندنا انبوت ايمج، الانبوت ايمج دي بنقضي عليها سم فلتر بسم شيب، وبناخد السنتر بتاع الانبوت ايمج ده او السنتر بتاع الفلتر داون، بيبقى هو الريزلت بتاعت الريزلت بتاعت البيكسل دي في الاوتبوت ايمج. الفلترز اللي عندنا اكشلي نوعين، يعتبروا لينير فلترز ونون لينير فلترز. بيزيكلي اللينير فلترز حاجه شبه الافرجنج فلتر. انا عندي حاجه بالمنظر ده، بعمل كونفوليوشن او كوريليشن ما بين حاجه زي دي والايمج دي كده. الايمج اللي هي طبعا بتبقى اكبر من الدايمنشن بتاع 3 في 3 ده بكتير. وبعد ما بعمل الاوبريشن دي بطلع ريزلت عادي. النون لينير فلتر هو حاجه مثلا شبه الماكسيمم، شبه الافرجنج. معظم الاستاتستيكال فلترز سوري مش الافرجنج، الميديان. معظم الاستاتستيكال فلترز بيبقى نون لينير فلتر. طب احنا ليه انترستد اصلا في حاجه لينير فلتر وحاجه نون لينير فلتر؟ في شويه اوبريشنز ممكن تتم ورا بعض على الكمبيوتر. يعني انا مثلا ممكن اعمل ايه، لو تفتكروا كنا في اللاب اللي فات كنت بعمل مثلا فور لوب واعمل جاوشن بلور وادي له الكيرنل اللي هي كانت 3 و3. اللينير فلترز فيها ميزه ان احنا ان هي بتالاو اللينير كومباينيشنز. سو بيزيكلي اتس لينير فلتر لان اللينير كومباينيشنز ما بينها بتنفع. ات كان بي ابلاي سكسسفولي عادي جدا. يعني ايه لينير كومباينيشنز؟ لو تفتكروا كنا بنقول في النيورال نتوركس ان لينير كومباينيشنز هي الحاجات اللي هي بنجمع شويه لينير اوبريشنز وي كان دو ات ان ا سنجل وان والموضوع هيشتغل عادي. فاللينير كومباينيشن هنا كده مقصود بيها ان انا لو عندي فلتر زي ده بدل ما اعديه على الصوره 10 مرات ممكن اعدي افضل اجمع في الويتس بتاعت شويه حاجات دي سام هاو في الاخر ابلايها والموضوع هيشتغل. ما فيش اي نوع من انواع النون لينيرتي في الموضوع عشان يخلي ريزلتنت بتاعت وان ستيج ديبندنج على الريزلتنت بتاعت الستيج اللي قبلها. لا هو كله كان بي ابلايد ان سنجل ستاب يعني. سو بيزيكلي هنا كده بيبقى في اوبتمايزيشنز في البرفورمانس اوبتمايزيشنز عاليه. سو ذيس از واي البيبل بي بريفير لينير اوبريشنز اب تو ا بوينت. النون لينير كومباينيشن النون لينير فلترز دي اللي انا ما ينفعش اكومباين الفلترز بتاعتها اني هاو، لازم تبقى طرق كومبلكس قوي. وهي تبقى حاجه زي ما قلت لكم زي الاستاتستيكال فلترز، زي الماكسيمم زي المينيمم زي الميديان زي الحاجات دي كلها. طيب احنا خدنا اللينير اوبريشن اللينير فلترز، غالبا هم جاست في تو كومن تايبس اوف لينير فلترز، الكورليشن والكونفوليوشن لينير فلترز. احنا بنقول عليها اكشلي كونفوليوشن، هاويفر اتس نوت ستريكتلي سبيكينج كونفوليوشن. سو بيزيكلي اللي احنا بنتكلم عليه بنقول عليه كورليشن، الناس بتوع السيجنال اناليسيس بيقولوا عليه كونفوليوشن. واحنا بنجلكت الكونفوليوشن وير نوت انترستد في الكونفوليوشن. الفرق ما بين الاثنين ايه عموما؟ كانت الكورليشن زي ما قلت لكم ان احنا بيبقى عندنا فلتر بالمنظر ده، حط الفلتر بالمنظر ده، حط الفلتر ده على التسع اماكن دول، اضرب كل واحده فيهم واجمع، هيبقى هي دي الريزلتنج بتاعت الاوتبوت ايمج. سو بيزيكلي W1 هتتضرب في Z1، W2 هتضرب في Z2 and so on until W9 is multiplied by Z9. ده كله is being
is being added في الاخر بعد المالتيبليكيشنز دي and the resulting point او البكسل بتاعت الريزلت بتاعت الريزلتنج اللي بتبقى في الاوتبوت ايمج بتبقى هي البكسل مكان السنتر بتاع الفلتر و this is why احنا كنا بنبريفير الاوت فلترز لو تفتكروا. This is the same thing as the convolution or the analysis. احنا بنضرب بعد كده بنجمع بنسكيل in case ان الموضوع فيه سكيلينج. However حاجة زي الافرجينج فلتر لو تفتكروا كان الوحيد دي كان بيبقى مضروب 1 على 9 في ناس بتدخل دايركتلي 1 على 9 جوه وتوفر الاوبريشن بتاعه السكيلينج عشان الران تايم بتاع البروجرامز بتاعتنا يعني. طيب الكلوز تو باوندريز لوكيشنز زي ما قلنا الديبند شويه على السايز بتاعه الفلترز وقلنا بنعمل عمليه اسمها بادنج والبادنج ده ان احنا بنحط فوق وعلى الشمال وعلى اليمين وتحت بنحط شويه صفار. الصفار الصفار دي بتتحط فين؟ as long as في جزء من الفلتر بره الصوره، جزء من الفلتر ده ممكن يكون السنتر بتاع الفلتر هنا. فالفلتر بتاعي هيبقى حاجه بالمنظر ده، فهيبقى فيه شويه صفار، فالصفار دي بنعملها البادنج او بنحط مكانها صفار يعني من الاخر. طيب جاست عشان انفسايز الفرق بين الكونفوليوشن والكوريليشن، احنا قلنا الكوريليشن ده دي الحاجه اللي احنا شغالين بيها ودي اكشلي اللي احنا بنقول عليه في الايمج بروسيسنج كونفوليوشن. سو بيزيكلي اللي احنا بنقول عليه كونفوليوشن هو اكشلي غالبا بيبقى اسمه التكنيكال المور اكيوريت كوريليشن. طب ايه الفرق بقى عموما ما بين الكوريليشن والكونفوليوشن؟ الكوريليشن جاست كل اللي هو بيعمله ان هو بيقلب الفلتر اكروس الاكس اكسس وبيفليبه اكروس الواي اكسس قبل ما بيابلايه على الايمج. So basically لو دون الفلتر بتاعي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بيفليب الفلتر دون اكروس الواي اكسس والاكس اكسس فهتبقى اول مره 7 8 9 4 5 6 1 2 3 بعد كده يعمل له فليبنج كام كمان مره يجيب ده هنا ويجيب ده هنا فبتبقى 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بياخد ده هو اللي ابلاي على الايمج بيفضل يمشي كده. فاول ما ده يجيت ابلاي على الايمج هنلاقوا ان الريزلتنت او الريزلت ايمج بتبقى حاجه بالمنظر ده يعني اللي هو اكشلي الاكتوال فلتر في الاصل. انما الكوريليشن بما ان هو اولسو لينير اوبريشن هنلاقيه بيطلع الفلتر بس بالعكس. سو بيزيكلي دي اكنه طلع الاوتبوت بتاع الكونفوليوشن. سو بيزيكلي الكونفوليوشن فلتر لما اجي عملته هلاقي الكوريليشن اكشلي بيطلع الريزلتنج دي والconvolution بيطلع الفلتر بالويتس بتاعته مظبوطه يعني. اوكي طيب الفلتر كاتيجوريز عندنا لو باس فلترز زي ما بتفتكروا هاي باس فلترز. اللو باس فلترز اللي هي بتعمل سموثينج او بتشيل النويز. الهاي باس فلترز هي اللي بتعمل شاربنينج للايمج واحنا قلنا ان المعلومات اللي في الصوره او الانفورميشن اللي في الصوره هي شويه الايدجز وشويه الكورنرز اللي موجودين فيها. السموثينج وهو بيعمل يعني واحنا بنعدي الايمج على لو باس فلتر اكشلي احنا مش بنشيل النويز كلها احنا الى حد ما بنسموث النويز دي بس there is no guarantees ان النويز دي تتشال يعني ما فيش اي ماثيماتيكال جارانتي ان احنا لما نابلاي لو باس فلتر على ايمج ان النويز دي هتتشال اكشلي الكلام ده مش لازم يحصل يعني. Moreover السموثينج لما بنعمل سموثينج على ايمج احنا بنضحي بالايدجز والكورنرز اللي في الايمج او الى حد ما بتبتدي تبهت تبتدي تروح وبالتالي احنا بنضحي بالانفورميشن اللي موجوده في الايمج نفسها فايتس تريد اوف. لما ابلاي لو باس فلتر احنا بنتخلص او بنجيت ريد اوف النويز ات ذا سيم تايم احنا بنريموف الانفورميشن او بنقلل الانفورميشن نموف دي تكنيكال تيرمز بس بنقلل الانفورميشن اللي في الصوره عندي فدول حاجتين تريد اوف احنا محتاجين نعملها واحنا بنبروسس الصور بتاعتنا. طيب اللو باس فلترز او الافرجنج فلترز زي ما قلنا الفلترز دي كلها لازم في الاخر السميشن بتاعها بيبقى 1. السميشن بتاعها ده بيبقى اون ازاي؟ ان احنا كنا بنجمع كل الاليمنتس اللي في الفلترز وبنقسم عليه هنا واحد على ايا كان الرقم هنا. لما كان الفلتر ده بالمنظر ده كنا بنقسم واحد على تسعه وده كان اسمه افريج فلتر عادي. وجينا السكشن اللي فات وقلنا ان الجاوشن فلتر هو اللي بيبقى حاجه بالمنظر ده
كنا هنا كده بنقسم على 16 لان عدد الاليمنتس اللي جوه الماتريكس دي 16. الشاربنج فلتر بقى بالعكس، الشاربنج فلترز اكتشلي الماسك بتاعهم او الفلتر نفسه لازم يسام اب تو زيرو. اوكي سو بيزيكلي عشان يسام اب تو زيرو لازم نلاقي شويه اليمنتس بالبوزيتيف ونلاقي شويه اليمنتس بالنيجاتيف. فالشاربند ايمج لما اجي ابلاي الشاربنج فلتر هلاقي ان الديتيلز بتاعت الصوره ابتدت تبان. سو ذيس از دي صوره باهته. اول ما ابلاي شاربنج ايمج هلاقي بقى ان اكشلي فعلا الحواف والحاجات اللي على المون مثلا هنا في الصوره دي بتبتدي تظهر. اوكي في حاجه ولا خلينا نقولها قدام احسن، خلينا نقولها قدام احسن. اوكي السموثينج فلتر افريجنج جاوشن ميديان. الافريجنج ده العادي ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في اللاب اللي فات وكنا ادينا عليه ديمو. لما بنزود الكيرنل سايز الصوره بتبتدي تبعت اكتر. نفس الكلام لما الكيرنل سايز بتاع الفلتر بيزيد الافريجنج بيزيد، بضحي بالانفورميشن اللي في الصوره بس بشيل النويز. احنا قلنا كمان ان الجاوشن فلتر اسمه جاوشن افريجنج. انا بمشي هنا بسرعه لان الكلام ده احنا مدينا عنه فكره المره اللي فاتت، فلو في حد مش فاهم حاجه يوقفني يعني. الجاوشن فلتر زي ما قلنا المره اللي فاتت. ايوه معلش ممكن اعيد الفرق بين الكوريليشن والكونفوليوشن تاني عشان ما يعني ما فهمتوش قوي. تمام حاضر. اوكي ماشي. الكوريليشن والكونفوليوشن هو لو جالكم في مساله عموما وقال لكم ابلاي كونفوليوشن يبقى هو الحاجه اللي احنا كنا بنعملها المره اللي فاتت اللي هو التكنيكال تيرم بتاعه اسمه كوريليشن. طب هو لو جه في مساله قال لكم مثلا ابلايوها مره بالكونفوليوشن ومره بالكوريليشن تبداوا تنتبه للفروقات ما بين الحاجات دي. زي ريكورن دكتور محمود جاب حاجه زي دي مرتين او ثلاثه قبل كده. I'm not quite sure قد ايه بس انا فاكر ان هي جت قبل كده يعني. هوبر خلينا نتفق ان كلمه كونفوليوشن لو قال لكم في المساله الله كونفوليوشن بس اعملوها اسمها كوريليشن. اوكي هو دي مش حاجه احنا بس اللي بنتفق عليها، دي حاجه كومن عموما في الايمج بروسيسنج او في الكمبيوتر فيجن كله يعني. الكونفوليوشن او الكوريليشن اللي احنا بنعمله لو عندنا فلتر بالمنظر ده بناخد الفلتر زي ما هو وبنمشيه على الايمج. فالايمج هنا كده عندي الايمج دي فيها واحد، فاللي هعمله ايه ان انا هاخد الويتس دي وابتدي امشيها زي ما احنا كنا بنعمل بنمشيها كده بعد كده نبتدي ننزل كده. فلما اجي اكشلي ابلاي كوريليشن على ايمج بالمنظر دي، تعالوا نشوف الواحد دون هنا كده لما ابلاي عليه الفلتر دون بالمنظر ده هيعمل ايه. احنا قلنا ان في الكوريليشن جاست بنمشيها من غير ما نفليب اي حاجه، فالصوره دي هتفضل عاديه لحد اول حاجه اول تقاطع ما بين الفلتر والصوره هيحصل لما الفلتر يكون في السايز اللي انا معلم عليه هنا كده. ساعتها دي كده هيبقى واحد، واول حاجه هتبقى موجوده هنا كده هي التسعه دي. التسعه دي هتخلي لي ان مكان البكسل ده اللي هو فوق الواحد على الشمال اللي هو هنا كده، ده كده السنتر بتاع الفلتر، فوق واحد على الشمال فيه تسعه. فتعالوا نخش يمين شويه، ساعتها حاجه بالنسبه لي تبقى عامله كده. Let's apply الفلتر ده عليها، هلاقي ان الحاجه اللي بتكولايد على الواحد هي الثمانيه، فده بيفسر لي ليه الثمانيه دي هتبقى موجوده هنا. وهفضل كده لحد ما اوصل مثلا للسنتر بتاع الفلتر، لحد ما السنتر بتاع الفلتر يكولايد على الواحد. ساعتها هلاقي ان السنتر بتاع الفلتر فيه خمسه، وده بيفسر ليه انا عندي في السنتر بتاع الصوره هنا كده فيه خمسه. اوكي؟ So basically احنا بنلاقي ان لما بنعمل كوريليشن بنلاقي ان الاوتبوت هو الفلتر تقريبا متشقلب ومعكوس بس سكيلد باي الفاليو بتاعت البكسل مثلا اللي موجوده هنا. هنا كده الفاليو بتاعت واحد فهي اتضرب في واحد. طيب لو الفاليو دي بتاعت ثلاثه كنتوا هتلاقوا الفاليو اللي في الريزلت كلها ثلاثه، يعني ثلاثه مضروبه في الفلتر دون معكوس اكس وواي. اوكي؟ طيب الكونفوليوشن بقى اللي هو الكونفوليوشن بتاعت الناس بتاعت السيجنالز، اول ما قبل ما بيجيبوا الفلتر قبل ما بيعدوه على الصوره يمين وتحت بيعملوا ايه؟ بياخدوا الفلتر ده يقلبوه مره اكروس الاكس اكسس ومره كمان اكروس الواي اكسس. فلما او من الاخر بيعملوا له فلاب هوريزونتال وفيرتيكال يعني. فاول مره هتبقى عامله كده 7 8 9 4 5 6 1 2 3.
تعالوا بعد كده بقى نشقلب دي مكان دي ودي مكان دي، هتبقى 9 6 3 8 5 2 7 4 1. بياخد بقى الويتس دي يمشيها على الصورة، يمشيها يمين بعد كده ينزلها تحت. اول كوليجن هيحصل ما بين الفلتر الجديد ده والصوره اكشلي لما الفلتر يكون بالمنظر ده. وده هنا كده السنتر بيكسل بتاعتي دي اللي هي اكشلي هتبقى هنا كده. تعالوا نكتب الفلتر ده، الفلتر ده هنا كده فيه 9 8 7، هلاقي ان الحاجه اللي بتكولايد على الواحد هي الواحد، فده هيطلع لي الواحد هنا كده. فده اكشلي طلع لي شكل الفلتر مع دول. فالكونفوليوشن في الميزه دي، الكوريليشن ما بيعملش كده. زي ما قلت لكم يعني احنا في الحالتين بنعدي الفلتر بنفس الطريقه، بس في الكونفوليوشن بنقلبه الاول. بالظبط كده. تمام. في الكيس دي زي ما قلت لكم، لو الدكتور في المساله ما عملش اي سبيسيفيكيشن على الفرق ما بين الكونفوليوشن والكوريليشن وقال لكم اعملوا لي كونفوليوشن بس، انتم مطالبين تعملوا دي بس. Otherwise لو ابتدى يوضح الفرق ما بين الاثنين فانتم مطالبين تبقوا عارفين الاثنين، يعني تقولوا له ان في هنا كذا وهنا كذا وتبداوا تشتغلوا في المساله بتاعتكم عادي. ماشي، خلينا نقول الكلام تاني ده قدام احسن. احنا قلنا دي اوكي. فزي ما كنا بنقول ان في الجاوشن سموثنج فلتر، هي اسمها جاوشن ليه؟ لو تفتكروا الجاوشن في 2D كان بالمنظر ده، البيك بتاعتها في النص وبتبتدي تقل، فهنا كده البيك في النص وبتبتدي تقل 8 4 2، بتبتدي تقل في الحته دي وبتبتدي تقل على الدايمنشنز كلها يعني. فديس از واي اتس كولد جاوشن. هاويفر الفلتر الموجود في الصوره هنا كده مش مظبوط، احنا محتاجين واحد على سميشن بتاعت الحاجات اللي جوه الفلتر ده كله، لان احنا قلنا الصم بتاعهم لازم يبقى واحد في السموذنج فلترز وزيرو في الشاربنينج فلترز. الميديوم فلترز اكشلي arguably من احسن الحاجات اللي بتشيل النويز. هو مش بيقلل النويز، هو literally بيشيل النويز كلها. بيشيل النويز بطريقه حلوه يعني. في اشهر انواع النويز اللي بيشيلها حاجه اسمها سولت اند بيبر. ليه اسمهم سولت اند بيبر؟ لان هو هنا كده بيقول لك ان السولت ده، السولت اللي هو الملح بتاعنا لونه ابيض، فبتبقى شويه نقط لونها ابيض. ف this is a salt noise، ال pepper noise اللي هي نقط شبه الفلفل فبيبقى لونها اسود. ف this is a salt and pepper، احسن حد يشيل حاجه زي دي هو الميديوم فلتر، statistical فلتر، non linear فلتر. طيب هو هنا بس بيقول ان this is لما خدت الصوره دي ده الافريجنج فلتر اللي طلع وده الميديوم فلتر اللي طلع. الميديان فلتر زي ما بنقول احنا كنا جاست بنبرفورم الاستاتستيكال ميديان. من الاخر بجيب الاليمنتس اللي موجوده اللي بتكولايد مع الفلتر، بحط الايمج البكسلز سوري، برتبهم من الصغير للكبير، باخد الفاليو اللي في النص، تبقى هي دي الاستاتستيكال ميديان بتاعي. طيب نتكلم بقى على الشاربنينج فلترز، ودي احنا ما اتكلمناش عليها المره اللي فاتت، فيعتبر من اول هنا بنقول حاجات جديده. Sharpening filters في ثلاث انواع مهمين قوي، ال unsharp، ال gradient، ال Laplacian. اسهل طريقه ان انا اعمل بيها Sharpening filters، اول حاجه ان انا اخد الصوره الاصليه، دي الصوره الاصليه، اعمل عليها Gaussian smoothing او ايا كان باي نوع من انواع ال smoothing او averaging يعني، واطرح الصوره الاصليه ناقص ال smoothing ده، ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي صورة فيها الايدجز بس، او صورة بتنفسايز الايدجز بس. اخد الصورة دي بقى واجمعها على الصورة الاصلية، هيطلع لي ان الصورة الاصلية شاربنت. فانا خدت الصورة دي جمعتها على الصورة الاصلية، سيبكم من الكلمة مالهاش اي لازمة دلوقتي. خدت الصورة دي جمعتها على الصورة الاصلية، هيطلع لي التكستشرز بتاعت الصورة الاصلية متظبطة. اتفقنا؟ طيب ايه الكي دي؟ الراجل ده بيقول لك بس ان الانشارب فلترز بيحط كي بواحد. في نوع من انواع الفلترز اسمه هاي بوستنج فلترز، بيحط كي اكبر من واحد 2 3 4 عشان يدي ويتس اكتر للايدجز بتاعته، عايز الايدجز تبان اكتر، تشاين اكتر. اوكي، فده اللي بيتعمل بالظبط. دي لو الكلام ده انا على 1 دي سيجنال، فديس از الاوريجينال ايمج بتاعتي. اعمل لها جاوشن بلورنج او اسمع اعمل لها سموثنج، ايا كان السموثنج بتاعك هيبقى عامل ازاي، فهنلاقي الايدجز ابتدت تبقى عامله كده. اوكي، اطرح دي من دي، يعني دي
ناقص دي هيطلع لي الحاجه اللي تحت دي. اجمع لي بقى اللي هي صوره رقم 3، اجمع لي صوره رقم 3 على صوره رقم 1 هيطلع لي صوره رقم 4 اللي هي الفلترز او الايدجز فيها شاربند او هايلايتند اكتر يعني. باي ذا واي بقى نرجع بقى لصوره اللون لان دي مهمه. الصوره هنا دي كده معموله بنفس الطريقه. اكشلي احنا لما بنعمل شاربنج الايمج بيبقى عندنا صوره سوداء، وهنشوف الكلام ده بروبابلي في اللاب المره الجايه، بيبقى عندنا صوره سوداء فيها شويه نقط او ايدجز يعني لونهم ابيض. اوكي ما بيبقاش عندنا يعني لما اعمل شاربنينج فلتر او ايا كان بقى الصوب اللابلاسيان فلتر اي حاجه، لما اجي ابلايو على دي مش هيطلع لي الريزلت دي دايركت، بل يعني لا انا بعمل شاربنينج فلتر بيبتدي يطلع لي صوره لونها معظمه اسود، هاويفر الصوره دي بيبقى هايلايتند فيها الايدجز والكورنرز. اوكي وبيبقى لونها ابيض باهت شويه كده. باخد الصوره دي اجمعها على الصوره دي يطلع لي شاربن فلتر. طيب في حد معترض كده على شاربن فلترز او مش فاهم هي شغاله ازاي؟ كويس باشمهندس ممكن تجيب السلايد اللي حضرتك كنت بتقول 1 ماينس 3 والكلام ده. دي هو حضرتك ممكن بس تعيد الجمع والطرح تاني بسرعه؟ تمام حاضر. كنا بنقول ان لو انت عايز تعمل unsharpened filter وده اسهل انواع الشاربنينج كنا بنعمل ايه؟ اول حتى دي الصوره الاصليه او السيجنال الاصليه بتاعتك. اوكي اول ما تجيبها اعملها سموذنج، الله عليها لابلاس سموذنج. اللابلاس سموذنج مش هيخلي الايدج ده موجود ومش هيخلي الايدج ده موجود. اوكي هو هيسموذه، فهتلاقي الايدج ده عامل كده واحده عامل كده وهنا كده عامل كده مش كده؟ ليه تعال نشوف هنا كده دي عاليه وهنا كده دي قليله، فهتلاقي اكشلي الفلتر يا جدع الفلتر اكشلي بيبتدي يسموث الاريا دي. اوكي فده هنا كده دي كده الصوره الاصليه، دي كده الصوره رقم 2 اللي هي البليرد ايمج. اطرح لي بقى الصوره الاصليه ناقص البليرد ايمج، يعني هنعمل ايه بقى؟ هنقول ان هنا دي كده الصوره رقم 1، هنقول 2 ناقص 1 ناقص هيطلع لي الصوره دي. اتفقنا؟ تعال نشوف هنا كده هتلاقي الحاجه الوحيده اللي باينه لك ايه هي شويه الايدجز دي تمام، اللي هي بتبقى الفاليو بتاعت السموثنج دي. خد بقى دي هنسميها الصوره رقم 3. خد بقى الصوره رقم 4 او الصوره رقم 4 بقى از بينج جنريتد ازاي؟ بناخد صوره رقم 3 ونجمعها على صوره رقم 1 هنا كده يبان لي الشاربن سيجنال بتاعتي. فهمت قصدي ولا لا؟ يعني هو كده ان انا جيت عند الايدجز مثلا وخليتها تبقى سموث اكتر يعني؟ بالظبط كده. بص ليه؟ لو احنا عندي صوره بالمنظر دون وعندي في مثلا فرضا ان الحته دي كده ملونه تمام؟ الحته البوكس ده كله ملون. اتفقنا؟ تعالى نابلاي حاجه شبه سموثنج فلتر على البتاع دي. هلاقي ان الفاليو دي هنا كده قليله شويه والفاليو دي كبيره شويه، فاللي هي حصل ايه بالظبط؟ حصل فيها اللي هنا ده بالظبط اللي هو في صوره رقم 2. لما اجي اطرح دي من الصوره الاصليه هلاقي بقى ان طالع لي ليترالي الايدجز بس. ليه؟ الصوره الاصليه هيبقى اللي في النص فيها متظلل زي ما هو، هنا كده البيكسلز اللي في النص مش هتتلمس. لو انا مثلا حاطط واحد 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 اللي هم التسعه فلترز بتوع التسعه كيرنل بتوعي واحد على التسعه في الكلام ده وحطه على بيكسلز كلها سوداء هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك نفس اللون اللي في الصوره الاصليه. فلما تطرح دي من الصوره اللي هي بعد ما عملنا عليها افريجين الحاجه الوحيده اللي مش تبقى هي بالظبط الفاليوز اللي على الايدجز ولا على الكورنرز. فدي بس شويه الفاليوز اللي هتبقى مش مظبوطه. الفاليوز اللي في النص هتبقى نفس الكالر بتاع الايمج الاصليه، الفاليوز اللي فوق واللي تحت ويمين وشمال هتبقى نفس الكالر بتاعت الايمج الاصليه. فلما نطرح دي من دي هيطلع لي حاجه شبه الصوره بتاعت الثلاثه. عايزين بقى نخلي الايدجز دي زايده اكتر، اعمل ايه؟ خد الصوره دي اجمعها على الصوره الاصليه، هنا كده في فاليوز والباقي كله بصفار. خد الفاليوز دي اجمعها على الصوره الاصليه اكشلي هتديك الايدجز دي شاربند بتاعتك. تمام ولا ايه؟ اه تمام، كاني بتقل الحواف يعني بتاعت الصوره بالظبط كده، انت ليترالي بتقل الحواف. تمام شكرا يا باشمهندس. اوكي على اي حاجه.
ايه ده؟ اه ماشي، دي حته الان شارب فلتر والهاي بوست فلترز. زي ما قلت لكم الان شارب فلتر الصوره اللي بيعمل لها افريجنج بتبقى حاجه بالمنظر ده يا جماعه. بصوا دي كده اكشلي الصوره بعد ما اتعمل لها افريجنج. لو ضربنا الصوره دي في واحد بيبقى اسمه ان شارب فلتر، لو ضربناها في 5 6 7 8 بيبقى اسمها هاي بوست فلترنج. والهاي بوست فلترنج بتبقى الصوره فيها شارب اكتر من الان شارب فلتر. اوكي طيب الكلام ده حلو. في other types of filters ودي غالبا اللي بتبقى more interesting لينا، اللي هي معتمدة على derivatives، حاجة شبه صوبل، حاجة شبه لابلاس، حاجة شبه الكلام ده كله. الderivatives بتاعت الصورة بتresult in an unsharp in a sharp image. الderivatives زي ما احنا عارفين df by dx df by dy this is the derivative. لو تفتكروا كنا بنقول في الحاجات الديسكريت، فرضا ان انا هنا كده عندي الصوره بالمنظر ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كنا بنقول في الحاجات الديسكريت لو عايز اجيب الديريفيتيف بتاع دي عامله ازاي، بجيب الفاليو بتاعت اللي بعدي ناقص الفاليو بتاعتي واقسمها على واحد مثلا. لو هنا كده الحاجه بواحد، في كذا تايب من التايبس بتاعت الديريفيتيفز. However, keep in mind ان احنا دلوقتي شغالين على discrete derivatives، فالderivatives كلها بتيجي بطرح وجمع. لما بنجيب الderivative، الderivative vector ده بيبقى interesting لينا الحاجتين، وخدوا بالكم من دي لان المعلومه دي هتفيدكم في البروجكت. بيبقى interesting لينا في الماجنتيود وفي الجريدينت. الماجنتيود بيقول لي قد ايه الايدج شارب، الجريدينت بيقول لي سوري الدايركشن بتاع الجريدينت بيقول لي الايدج فين. Which means الماجنتيود بتاعي بيقول لي الايدج قد ايه سترونج، الدايركشن بتاع الجريدينت بتاعي بيبقى اكشلي عمودي على دايمنشن الايدج. Which means ان لو الايدج بتاعي بالمنظر ده هلاقي دايركشن الجريدينت بالمنظر ده، دي كده values higher pixels than دي، فهلاقي ان الدايركشن بتاع الجريدينت بتاعي بالمنظر ده. اوكي دي بقى حته الارشال الانشاربد فلترز اللي انا كنت بقول لكم عليها. هنا كده هو جايب ديريفاتيف للصوره البنت دي، فطلع له مره كده وطلع له مره كده. هنا كده جايب ديريفاتيف بالنسبه للاكس، هنا كده جايب ديريفاتيف بالنسبه للواي، مش فارقه كتير. المهم ان هو بعد ما بيجيب الصوره، بعد ما بنجيب الديريفاتيفز بتبقى اكشلي الصوره اللي طالعه لي بالمنظر ده، باخد الصوره دي اجمعها على الصوره الاصليه يطلع لي صوره مور شاربد. اوكي انا عندي اثنين انترستنج gradient based edge detectors او filters عموما. اول حاجه البرويت، الثاني السوبل. الفرق ما بين الاثنين ان النيجاتيف وحيد النيجاتيف سوري انا اسف النيجاتيف واحد والواحد هنا بيتقلبوا لنيجاتيف 2 و2، وهنا كده النيجاتيف واحد وواحد بيتقلبوا لنيجاتيف 2 و2. هنا كده دي دون عشان يجيب الفيرتيكال edges، ودون عشان يجيب الهوريزونتال edges. اوكي تمام. في حاجه بس اخيره، لو انا عايز اجيب الايدجز اللي في كل الاتجاهات باخد الصوره دي، ممكن اجيب الصورتين دول وابتدي امرجهم بحيث ان هو يطلع لي حاجه بالمنظر ده، وبتبقى اكشلي الايدجز باينه قوي فيها. يعني حاجه زي دي بقى، دي الصوره السوداء بتاعت الايدجز اللي انا كنت بقول لكم عليها. شايفين الفاليوز البيضاء دي؟ الفاليوز البيضاء دي معناها ان هنا كده في انتنسيتيز، معناها ان الفاليوز مش بزيرو، معناها ان في فاليوز فاليوز عاليه كمان. لو انا خدت الصوره بالمنظر الاسود وجمعتها على الصوره العاديه، الحتت اللي ما فيهاش ايدجز هتفضل زي ما هي، انما شعر البنت دي بما ان هو مليان ايدجز وحاجات كده فتلاقوه حاجه بالمنظر ده، عينيها وحواجبها ستيل باينين عندي. فلما اخد الصوره دي اجمعها على دي بيطلع لي صوره مور شارب. اوكي الحاجات اللي احنا كنا بنقول عليها في الاول دي first order derivatives. في second order derivatives و second order derivatives basically rules بتاعتها بتبقى عباره عن f of x زائد 1 ناقص f of x ناقص 1 انا اسف زائد ناقص 2 f of x. ويا ريت تاخدوا بالكم من البروف دي، انتوا عشان تعرفوا البروف دي البروفز بتاعت الحاجات دي جايه منين انتوا محتاجين ترجعوا للمحاضره. اوكي طيب بنجيب بقى الايدجز ازاي، او ازاي نعرف احنا بطريقه اوتوميتد الايدجز في الـ في الـ
في السكند اوردر وفي الفيرست اوردر ديريفاتيفز. الفيرست اوردر ديريفاتيفز بعرف الايدجز فيها عن طريق ان هي بتبقى بيكس، بتبقى ماكسيمم، بتبقى مينيمم، بتبقى ايا كان. فهنا كده هلاقي ان الحاجات دي هي اللي بتكورسبوند للايدجز. ده كده بالنسبه للفيرست اوردر ديريفاتيف. بالنسبه للسكند اوردر ديريفاتيف هم بيعرفوا حاجه اسمها زيرو كروسنج. ايه الزيرو كروسنج ده؟ بيقول لك ان هو عند حته بتاع الفاليو طلعت لقيمه بوزيتيف، بعد كده نزلت لقيمه نيجاتيف، فانا عرفت ان هنا كده في ايدج، او نزلت لقيمه نيجاتيف وبعد كده طلعت لقيمه بوزيتيف، فانا عرفت ان هنا برضو في ايدج. This is positive، نزلت نيجاتيف، This is negative، طلعت لبوزيتيف. بيبقى الديبندس على ايه؟ الديبندس على انا رايح من اسود لابيض ولا من ابيض لاسود. اتفقنا؟ ده الكونسبت بتاع الزيرو كروسنج. تعالوا نشوف الفلترز واحنا ماشيين هنا كده في الحته دي. اوكي، تعالوا لما نشوف لما احنا نحط الفلتر هنا كده. هنا كده it seems ان هي كانت الفاليو بتاعته بواحد، بعد كده نط الفاليو بتاعته لستة لستة لستة، ف it seems ان هنا كده في تغير سريع في الداتا، في information probably في edge. فال first order derivative كان زي ما بنقول هات النكست ناقص الفاليو بتاعتي، فهنا كده طلع لي صفر. طب ال first order derivative بتاعت الراجل ده هتبقى الخمسة، هي الستة، الستة الأولانية اللي هي دي ناقص الواحد اللي هو ده، فهيطلع لي الخمسه دي. تعال نشوف السكند اوردر ديريفاتيف. السكند اوردر ديريفاتيف عند الراجل ده هتبقى عامله ازاي؟ اقول لكم، خلينا نجيب عند الراجل الاول. كنا بنقول ان الرول بتاعتها لو تفتكروا f of x زائد 1 زائد f of x ناقص 1 ناقص 2 f of x، ولان f دي الفانكشن بتاعت الانتنسيتي او الفاليو بتاعت الصوره من الاخر. تعالوا نجيب f of x بلس 1 هتبقى 6 زائد f of x ناقص 1 1 6 زائد 1 احنا دلوقتي معانا 7 ناقص 2 f of x ناقص 2 في الواحد اللي هي ناقص 2 اللي هي الفاليو بتساوي 5. فدي كده فاليو بوزيتيف. تمام، ده كلام جميل. تعالوا نابلاي نفس الفلتر عند الحته دي، هتبقى عامله ازاي؟ f of x بلس 1 هتبقى 6 اللي هي دي المزجزجه دي، f of x ناقص 1 اللي هي الواحد اللي انا عامل عليها ريكتانجل دي يبقى زائد 1 ناقص 2 f of x ناقص 2 في 6 ب 12. كان ده بيساوي ايه؟ 6 1 7 ناقص 12 ناقص 5. فزي ما انتم شايفين اتحولت من قيمه بوزيتيف لقيمه نيجاتيف، او زي ما هم بي كول ات this is a zero crossing. اوكي، الحكايه دي برده في اللابلاسيان هتبقى هنا كده بالمنظر دون. هنا كده this is an interesting part من الصوره دي. This is an interesting part. فهلاقي عند الايدجز لما اجي بقى ابلاي اللابلاسيان فلتر او اللابلاسيان ماسك بالمنظر دون، هو هنا كده بس واخد الفاليو بتاعت البوزيتيف والنيجاتيف. فزي ما قلت لكم يو كان كومباين حاجات زي دي. يا ربي، بما ان هنا كده في ايدج فهلاقي الفاليو رايحه من بوزيتيف لنيجاتيف، هنا كده في ايدج الفاليو رايحه من بوزيتيف لنيجاتيف. في ايه تاني؟ زي ما احنا ماشيين يعني نضلوا ماشيين هتلاقوا ان هي ماشيه على الايدجز رايحه من فاليو بوزيتيف لفاليو نيجاتيف. ماشي، الفلتر اللي موجود عندي باي ديفولت هنا كده في نيجاتيف 4 1 1 1 1 ده الديفولت لابلاسيان ماسك او لابلاسيان فلتر. في اذر رياليزيشنز بيسموها رياليزيشنز، او فككم من كلمه رياليزيشنز دي، في اذر امبلمنتيشنز لنفس الفلتر بدل ما هو كده نيجاتيف 4 وجاست موجود هنا كده في الرومبس اللي حواليه ده وحيد، بيخلي الصوره كلها وحيد ما عدا هو يخليه نيجاتيف 8. واحنا بنفاسايز كمان بره ان نيجاتيف 8 زائد 3 و3 و2 بيديني صفر. This is a sharpened filter. الفاليو بتاعته لازم تكون السمشن بتاعها بيساوي 0. Other types ان هو بيقول لك بدل ما تحط نيجاتيف حط بوزيتيف هنا وحط لي نيجاتيفز في الحوالين حوالينها في الرومبس اللي بيحاوطها. Or just put it as 8 with values other values اللي في الفلتر leave it as negative ones. اوكي، ميزه اللابلاسيان والسوبل، unfortunately السوبل بيدينا edge detection حلو قوي. لابلاسيان بيلوكالايز الفلتر حلو، بيلوكالايز الايدج حلو.
اللي احنا شايفينه هنا كده ان الصوره دي احسن، الصوره دي مدياني ان الايدجز هنا كده باينه اكتر. هاويفر الحتت دي هتلاقوها تخينه قوي، احنا ما بنحبش الحتت التخينه. انا عايز لو ديتكت ايدج عايز ستريت لاين يقول لي الايدج هنا، فاللابلاسيان فلتر بيلوكالايز الايدجز بيتر، زيرو كروسنج زي ما قلنا. احنا لو زرنا على الصوره دي اكشلي هنلاقي ان الصوره دي هنا كده عامله ازاي، وانتوا هتشوفوا السلايدز بيبقى عندي هنا كده فاليو لونها وايت، بعد كده حته بلاك، بعد كده وايت. فده اكشلي بالظبط اللي موجود عندي في الصوره هنا كده. الوايت بلاك وايت ليه؟ جاست من الترانزيشن ما بين واحده للثانيه، اتفقنا؟ فديس از الزيرو كروسنج اللي هم دايما بيتكلموا عليه. الهاير اوردر فلترز مور سنسيتيف للنويز، السكند اوردر، الثيرد اوردر، الفورث اوردر. لابلاسيان از ليس كومبيتيشنال اكسبنسيف، اتس اونلي وان ماسك، هاويفر سوب لو تفتكروا كنا عايزين واحده على الاكس وواحده على الواي وهكذا. هاويفر لابلاسيان في ايه؟ ان هو مش بيقول لي الايدج دايركشن فين. احنا عموما مفيش يعني there is like مفيش اكستريم بنفيت لواحد فيهم عن الثانيه، كل واحد فيهم ليه بنفيت ميزه وعيب. الاثنين بيستخدموا في انواع من الايدج ديتكتورز، الكومبلكس ايدج ديتكتورز، كاني ايدج ديتكتور والحاجات دي هنعدي عليها في اللاب الجاي. هتلاقوا ان الحاجات دي كلها مش بتكومباين نوع واحد من الجريدينت، لا هي ممكن تكومباين كذا نوع وتعمل بري بروسيسنج للصوره، ان شاء الله حتى تافرج الصوره ات سام بوينت. اوكي، فايتس نوت لايك اعمل افريج اجمع وهات الحاجه على طول، لا بيبقى في الجوريثمز. الراجل بيقول لك ايه مثلا، اعمل جاوشن في الاول، هات النويز، بعد كده هات الدريفاتيف، بعد كده اجمع الدريفاتيف على ايه. فالالجوريثمز دي بتبقى ستيبس محفوظه، الستيبس المحفوظه دي بيبقى كل ستيبس، كل مجموعه من الستيبس ليها اسم الجوريثم، والالجوريثم ده بيبقى الجوريثم مشهور لحاجه معينه يعني. اوكي، اخر حاجه احنا محتاجين نقولها قبل ما نخش على باقي مسائل الشيت الاولاني، انتوا دخلتوا مع الدكتور في الايه يا ربي، دخلتوا معاه في الشابتر الجديد ولا لا؟ اللي هو الفورير ترانسفورم كان بدا شابتر 4. اوكي، هو ابتدى فيه بس لسه يعني ماشي، ما مشيش فيه كتير مش كده؟ يعني هو دخل في اوله وبعدين كان في اخر محاضره فما كملش. اوكي كويس. عموما اللي هيحصل النهارده ان احنا هنخلص بس باقي الشرح دون، هنحل شويه مسائل. دي كده كانت مسائل الشيتس اللي بتبقى موجوده قبل كده، انا زودت شويه مسائل كمان هنحلهم في اول اللاب الجاي ان شاء الله، زي ما عملنا السكشن اللي فات نحلهم في اول اللاب، بعد كده نكمل باقي السكشن هيبقى لاب. اوكي، وساعتها هيبقى البروجكت نزل، وي كان ديسكاس البروجكت ساعتها يعني. اوكي، في شويه اوبريشنز او شويه فلترز كمان بتبقى انترستد في الانتنسيتي ترانسفورميشنز. الانتنسيتي ترانسفورميشنز ان هو يقول لك ايه مثلا، بص انا عايزك اللون ده عايزه يشاين، عايز اللون الاحمر يبقى باين اكتر، عايز الحاجات اللي اللون بتاعها ما بين 155 ل 270. هو مفيش 270 في الامبيس مش كده؟ في 270 في الامبيس بس بلاش نخش في الحته دي، مش مهم. من 155 ل 180 عايزين الحته دي تشاين، فبيبتدوا يعملوا ايه؟ يبتدوا يعملوا ترانسفورميشن فانكشنز، من الاخر بيسلكت فاليو من الانتنسيتي، بيضرب الانتنسيتي دي فاليو معينه او يخلي الفاليو بتاعتها معينه، مش لازم مالتيبليكيشن، ممكن تبقى جاست هارد ثريشولد سيتنج. اوكي، فلو يقول لك مثلا اي فاليو ما بين ال 155 ل 180 ده اللون مثلا الاصفر، اللون الاصفر ده الايدج بتاعت اللي مش عارف ايه كده اللي انا عايزه، حط لي الفاليو دي دايركتلي ب 255. تعمل ازاي؟ نم باي ارجوير، وبعد كده سيبت الارجويرز دي بالكونستانت فاليوز. تمام، الانتنسي ترانسفورميشنز غالبا بتبقى دايما الرسمه دي مهمه فيها، هو جاست بيقول لكم ان الرسمه دي هنا كده مثلا حاجه زي اللوج، حاجه زي الانث روت، بتخلي الصوره ايه يا ربي، الانتنسيتي بتاعتها تزيد او الصوره تنور شويه، في شويه حاجات تاني بتضلم الصوره زي الانفرس لوج والانث باور. الواحد او الستريت لاين اللي بانجل 45 ده ايدنتيتي، زي ما بتدخل له الصوره زي ما بتخرج منه الصوره، والفلتر اللي بنيجاتيف 45 درجه ابقى 135 درجه الستريت لاين ده، انا اسف مش الكيرف، الستريت لاين ده بيعكس الالوان اللي في الصوره كلها، بيخلي الاسود ابيض وبيخلي الابيض اسود. وبس كده. اوكي، this is some gamma transformation لصوره زي دي. You figure out ان احنا لما بنست different values الانتنسيتي بتاعت شويه حاجات في الصوره بتزيد. خدوا بالكم ان الانتنسيتيز هنا اتس نوت لينير، فهنا كده ما اقدرش اقول ان انا هضلم الصوره كلها وخلاص، لا انا مش بضلم الصوره كلها، انا بعمل like
او بنور الصوره كلها عشان ابقى more accurately speaking. احنا هنا كده مثلا انا لو دون هنا كده الستريت لاين في شويه values هي اللي بتبقى اكبر من الستريت لاين بفرق واضح. مثلا لو في حاجه مثلا ماشيه بالمنظر دون فلاقي ان الفاليوز مثلا من اول هنا لاول هنا بس اللي انا ابتديت انورها وهكذا يعني. فthis is not a straight line. انا مش بنور الصوره كلها. انا بعمل some non-linear transformation. ال non-linear transformation ده بيأفكت different intensities بطريقه مختلفه. يعني هتلاقوه على اللون الاسود سايبه زي ما هو، اللون البيور الابيض سايبه زي ما هو، الالوان اللي في النص بيبتدي يفتح او يغمق كل واحده فيهم بدرجات مختلفه. اوكي؟ احنا قلنا والله هو ما يضرش. يلا خلينا دلوقتي. اوكي. في حاجه عندي زي الكونتراست ستريتشنج. ايه هو الكونتراست بس الاول في الايمج؟ خلينا نعرف الكونتراست بتاع الايمج. اي كونتراست بتاع الايمج هو الفرق ما بين اكبر فاليو للانتنسيتي ناقص اقل فاليو للانتنسيتي. لما الكونتراست ده يكون كبير تبقى الايمج دي واضحه قوي بالنسبه لي، او الهيومن اي they prefer the high contrast images however they strain the human eye شويه. بس ما علينا، احنا انترستد ان احنا نطلع من الصور انفورميشن زي ما احنا قلنا. فالكونتراست زي ما قلنا هو الفاليو، لو الصوره بتاعتي مثلا الفاليو بتاعت الانتنسيتيز بتاعتها من 0 ل 25 ف this is a low contrast image. ليه؟ لان الفرق بين الاثنين دول 25. انما لو الصوره بتاعتي واخده كل الكالرز من 0 ل 255 الكونتراست بتاعي هيبقى باعلى ما يمكن، لان الكونتراست هنا هو الرينج زي ما قلنا. فالكونتراست زي ما قلنا اكسبانس الرينج اوف انتنسيتي ليفلز. سوري مش الكونتراست، الكونتراست ستريتشنج. يعني ايه بقى كونتراست ستريتشنج؟ ان انا باخد صوره زي دي تبقى صوره وحشه قوي عايز اوصلها من هنا لهنا، فاللي هو بيعملوا ايه؟ اكسباند الرينج اوف الانتنسيتي ليفلز انا اسف in an image so that it spans the full intensity range of the recording medium or display device. انا باخد الصوره اللي الرينج بتاعها من 0 ل 128 بخليها بدل ما هي من 0 ل 128 بخليها من 0 ل 255. ف this is a contrast stretching. انا بعمل stretching للكونتراست. الانتنسيتي ليفل سلايسنج. يعني ايه انتنسيتي ليفل سلايسنج؟ فاكرين لما كنا بنقول عايزين شويه بيكسلز ننورهم وشويه بيكسلز ما يبقوش منورين؟ انا فاكر ان احنا قلنا هنا، لا ما قلناهاش هنا. اوكي، الانتنسيتي ليفل سلايسنج ده من الاخر بياخد شويه بيكسلز او شويه انتنسيتيز زي ما قلت لكم مثلا من الرينج من 155 ل 180 يعمل على دول اوبريشن. مش لازم الاوبريشن ان هو يكون يكبرهم، مش لازم الاوبريشن ان هو ياخد مثلا الفاليوز اللي من 155 ل 180 ويجمع عليها 40، لا ممكن يكون يستهم بهارد ثريشولد يقول ان الفاليوز من 155 ل 180 الفاليوز دي كلها هتبقى ب 255. فهو من الاخر بيهايلايت سبيسيفيك رينج اوف الانتنسيتيز. غالبا الرينج ده بيبقى it is believed ان هو بيبقى اوف انترست. يعني لو انت عندك صوره وانت عايز ديتكت مثلا عايز تديتكت مثلا اللينز بتاعت السيلف درايفنج كارز، انت عارف ان اللينز لونها ابيض وعارف ان باقي الحاجات الثانيه لونها مش مهم، فانت ممكن تاخد الحاجات اللي في الرينج ده، تاخد الصور مثلا او الفاليوز اللي اعلى من 230، تاخد الفاليوز اللي اعلى من 230 دي تسبتها دايركت ل 255 وباقي الصوره كله بصفر. فانت كده ثيوريتيكالي لو الصوره ما فيهاش اي نوع من انواع المشاكل تاني هتلاقي الصوره طلعت لك اللينز اللي على الارض بس يعني. اوكي، فهنا كده حاجات زي الانتنسيتي ايه ده؟ اوكي، زي ما قلنا هنا كده احنا كنا بنلعب شويه في الانتنسيتيز، ان احنا مثلا انترستد ان احنا ناخد لايك A specific region. The specific region دي اللي هي من ال A لل B اللي هو الكالر ده، اللي هو الكالر بتاع الحاجه دي، نسيت كله الكونستانت ثريشولد والباقي كله مظلمه تاني. طبعا حاجه زي دي ده عيب في الفلتر، احنا اكشلي ما بنبقاش عايزين الحاجات دي تبقى طالعه. يعني اي ثينك ان الصوره دي كانت ميديكال ايمج، ولا كمان دي عايزينها تبقى طالعه. دي كانت ميديكال ايمج، فالحاجات دي احنا ما بنبقاش عايزين نطلعها. however احنا بنبقى عايزين نسهل على الدكاتره حياتهم ونقول لهم خدوا شرايين البني ادم اللي قدامكم في الحته دي. فدي كده تعتبر نويز. We can remove it using smoothing. However, the smoothing هيأفكت الحته دي كمان، اوكي؟ في other types ان هو بيقول لك سيب الفاليوز زي ما هي، خد الفاليوز بس of interest، كبر الانتنسيتيز بتاعتها وسيب الباقي زي ما هو عادي. اوكي. اخر حاجه عندنا هي الهيستوجرام بروسيسنج. ايه هو الهيستوجرام اصلا؟ تعالوا نعرف الهيستوجرام. الهيستوجرام الفانكشن بتاعت
الماثيماتيكال فانكشن بتاعه الهيستوجرام اوف السنجل فاليو هي الكيف انتنسيتي فاليو دي سوري هو عدد المرات اللي الكيف انتنسيتي فاليوز دي موجوده فيها. فلو انا عندي صوره بالمنظر ده، صوره صغيره خالص، 3 في 3 1 2 2 5 4 3 2 1 4 هنا كده الهيستوجرام بتاع صوره زي دي يبقى من اول واحد لحد 5. فهنا كده باجي عند الواحد، دي هنا كده ال RK، ده هنا كده ال intensity المعينة، هنا كده ال H أو ال H أو أيا كان اسمها إيه. الواحد أنا عندي 2 وحيد بس، فهنا كده دي هتبقى 2. الاثنين عندي 2 2 3 اتنينات، فالاثنين هتبقى عندي 3. الثلاثة عندي واحدة بس، الأربعة عندي مرتين، والخمسة عندي مرة واحدة بس. This is the histogram. Mainly أنا ببتدي أشوف ببتدي أشوف كل بيكسل، يعني average النور في البيكسلز دي بيبقى عامل إزاي. The histogram actually مفيد قوي 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 في تاسكس كتيرة في الـ image processing، بعيدا عن إن هو بيخلي الـ visualization بتاع الصورة أحسن يعني. However the histogram مفيد فعلا يعني. بيزيكلي الهيستوجرام ده ممكن نجيب الهيستوجرام بتاعت حاجة معينة ونبتدي نسيرش عليها في الصورة. ممكن نسيرش على الهيستوجرام بتاع اوبجكت، غالبا اللابتوبس بتعكس الأضواء بطريقة مختلفة. يعني فرضا مثلا عايز تكتب اللابتوب في الصورة اللي قدامي، اللابتوب بتاعي، هعمل إيه؟ الهيستوجرام اللابتوب غالبا بيرفلكت اللايتس بطريقة متشابهة، which means إن الهيستوجرامز بتاعت اللابتوبس هيبقى up to a point متشابهين. So this is why the histogram أصلاً is of interest, okay? ماشي. إيه ده؟ علينا، ماشي. The normalized histogram، بعد ما بيجيب الهيستوجرام يا جماعة بينورماليزه، والM والN دي هي السايز بتاع الإيمج. ماشي، الهيستوجرام بتاع الدارك إيمج زي ما قلنا بيبقى حاجة بالمنظر ده، الهيستوجرام بتاع الحاجة المنورة خالص، البيكسلز الهاي، خد بالكوا إن هنا كده زيرو، هنا كده 255، يبقى إن الصورة دي معظمها منور، فأنا متصور ان الهيستوجرام هيبقى على اليمين. الهيستوجرام بتاع حاجه زي دي هيبقى هنا، وزي ما احنا قلنا ان الكونتراست هو الفاليو ما بين اكبر، يعني سوري انا اسف، الديفرنس ما بين اكبر فاليو في الهيستوجرام واقل فاليو في الهيستوجرام. فاحنا دايما بنبقى انترستد ان احنا نسبان الفاليوز بتاعت الصوره او الهيستوجرام اكروس الاكسس ده كله، يعني عشان يبقى واخد الفاليوز كلها من 255 لزيرو. اوكي، هيستوجرام ايكوالايزيشن في طريقه اوتوميتد بيستعملوها ان هم يعملوا ايكوالايزيشن للهيستوجرام، يعملوا ايكوالايزيشن ان هم يخلوا الهيستوجرام كله سباند على على السبيكترم كله بالمنظر ده. اوكي، ازاي بيعملوا حاجه زي دي؟ ياخدوا الصوره ينتجريتوها، او ياخدوا الانتنسيتيز ينتجريتوها، او ياخدوا ايا كان البتاع اللي هاخدوه ويعملوا له انتجريشن. بعد ما يعملوا انتجريشن للموضوع، ثانيه واحده بس عشان القلم. اوكي، بعد ما بيعملوا انتجريشن في الموضوع بيبداوا يضربوا الحاجات دي مع بعض، فبتلاقي الصوره يعني الفاليو العاليه بتبتدي تقل، الديفرنسز دي بتتضرب في فاليوز قرب بعض قوي، فبتلاقي كل حاجه قرب بعض. بتلاقي الفاليوز العاليه اتضربت في فاليوز سوري الانتنسيتيز العاليه اتضربت في فاليوز قليله، والانتنسيتيز القليله اتضربت في فاليوز عاليه، فاداني الى حد ما صوره بتسبان البتاع كله بطريقه يونيفورم. دي هنا كده I think دي كانت الريزلت بتاعت الـ normalization الالجوريثم اللي احنا قلنا عليه ده، just integrate واضرب على الصوره اللي هي كانت ما كانتش، او الصور اللي هي ما كانتش عجبانا دي. فده بيقول هنا كده ان الـ values بتاعت الصوره دي almost the same. فانا لو عايز اجيب شويه features من الصوره دي عشان ادخلها على اي classifier، اي machine learning classifier او اي pattern recognition classifier، it's almost يعني لحد كبير a good idea ان احنا نعمل اول histogram equalization. بس كده، في حد عايز يسأل حاجة في اللي احنا قلناه ده يا جماعة؟ اوكي، سايلنس رهيب، أنا مش عارف أنتوا فاهمين ولا لأ، بس اوكي يعني. هو باشمهندس معلش، في نقطة بس كانت في الأول كده اللي هي الجراديانت، أنا فهمت إزاي ممكن يعمل شاربنينج للصورة، إنما
الدايركشن ما فهمتش ازاي هنستخدمه ان احنا نحدد الايدج يعني. تمام جميل. طيب انا ناخد الصوره دي، خلينا الاول نركز في الصوره اللي فوق بعد كده ننزل للصوره دي. طيب احنا كنا بنقول ايه ان الجريدينت دي حاجه بتطلع لي انا عندي تو جريدينتس، جريدينت على الدايمنشن بتاع الاكس وجريدينت على الدايمنشن بتاع الواي. تمام. الماجنيتيود بتاع الجريدينت هو جاست الماجنيتيود بتاع التو فيكتورز. لو تفتكروا الماجنيتيود بتاع التو فيكتورز ايه، سكوير سكويرد اجمع هات السكوير روت. الدايركشن بتاع الجريدينت هو الانجل ما بين الواي والاكس. احنا كنا بنقول ان الماجنيتيود بتاع الجريدينت كل ما يكبر كل ما يقول ان الايدج ده كبير قوي. لو مثلا انا عندي فاليوز بالمنظر ده 255 255 255 255 وهنا كده صفار. تعالى نشرح الاثنين دول من بعض، هلاقي ان الفاليو بتاعت الطرح كام؟ 255ات. اتفقنا. ودي فاليو عاليه قوي. طيب لو دي بدل ما هم كانوا صفار كانوا ميات، هلاقي ان الفاليوز دي 155 او 155ات. فكل ما اكشلي الايدج يبقى قوي، كل ما الايدج يبقى الفاليوز بتاعته مثلا قويه، كل ما الاقي ان الماجنتيود بتاع الجريدينت بتاعي كبير. يعني ايه الماجنتيود؟ يعني الحاجه اللي هتطلع لي في الريزلتنج شارب من دامج. الماجنتيود بتاع الجريدينت من الاخر هو بيقول لك قد ايه الايدج قوي. الدايركشن بتاع الجريدينت هو بيبقى عمودي على دايركشن الايدج. فلو ايدج عندي بالمنظر ده وانا جيت احسب tan h minus 1 partial f by partial y مقسومه على partial f by partial x، هلاقي ان الكلام ده بيشاور في الاتجاه ده. تعال ننزل على الصوره اللي تحت دي. الصوره تحت دي هتوضح الدايركشنز شويه. اوكي. هنا كده الحته اللي تحت دي الفاليو بتاعتها قليله، والحته دي هنا كده الفاليوز بتاعتها كبيره. شايف كده الفيكتور ده؟ الفيكتور ده ماشي ازاي؟ هتلاقيه ان هو ماشي من نيجاتيف 10 ل 5، هتلاقي ان لايك في دايركشنز واضحه ما بين الحاجات دي. الدايركشن دي مينلي بتعبر لي على الجريدينت دايركشن فين. فبيزيكلي انت لو عايز تجيب ايدج بعيدا عن الماجنتيود بتاعه ممكن تيجي عند كل بيكسل. تمام. عند كل بيكسل تبتدي تحسب الديريفاتيف دي التان اتش ماينس 1 يعني من الاخر، هتلاقي ان هو في الاخر بيطلع لك فيكتور. الفيكتور دون بيشاور في اتجاه الجريدينت بتاعك، او انا اسف بيشاور في الاتجاه العمودي على على الايدج بتاعك. فهمت قصدي ولا لا؟ تمام. انا فهمت ان هو هيكون بيشاور على الاتجاه العمودي. وبعد كده بقى انا يعني هستفيد بالداتا دي ازاي ان انا اقدر احدد الايدج يعني؟ اوكي. بيزيكلي الحاجات التانيه هتلاقي الفاليوز بتاعتها بصفار، مثلا هتلاقي الفاليوز بتاعتها بصفار، فانت مش انترستد. لو جبت الشاربند ايمج وتبتدي تلوك على الفاليوز بتاعت الزيرو كروسنج ايا كان الالجوريثم اللي بيلوك عليها ازاي، وي كان ديتكت ان في ايدجز غالبا في الحته دي. فهمت قصدي؟ ايا كان بقى يعني في طرق زي ما قلت لك وي كان انفستيجيت في الطرق دي ليتر في اللابس ان شاء الله يعني. هاويفر خليك عارف الثيوري دلوقتي. الدايركشن بتاعه باجي عند كل بيكسل احسب التان اتش دي بارشال اف واي بارشال واي على بارشال اف واي بارشال اكس، بيطلع لك الجريدينت بتاع الصوره دي هنا كده عامل ازاي. الجريدينت انا اسف بتاع الايدج عامل ازاي، او الدايركشن بتاع الايدج عامل ازاي. يعني هو كنت هقول يعني هو بيبرز الفرق بين القيم الانتنسيتي عند الايدجز عشان كده بيبينها اقوى يعني. بالظبط كده. وعشان ده اكشلي بالظبط اللي بيحصل يعني. تمام. زي ما قلت لكم برضو عشان اكون صريح معاكم، يعني احنا عمرنا ما بنابلاي لابلاسيان فلتر او لابلاسيان ماسك او صوب الماسك على اي صوره نقول خلاص احنا ديتكتد الايمج. لا، بيبقى في لايك في الجوريزمز، حاجه مثلا الجوريزمز مشهوره الالجوريزم الواحد بيبقى فيه 5 6 7 8 ستيبس عشان ديتكت الايدج. الالجوريزمز دي لاكلي احنا مش هنكتبها، هي بتبقى امبلمنتد دايركتلي في اوبن سي بي، ف وي كان يوتيلايز الاوبن سي بي فانكشن. هاويفر يعني حاجه مهمه ان احنا نبقى عارفين الحاجه زي دي شغاله ازاي يعني.
تمام. طيب الجزء اللي هو بتاع الكونتراست اللي كان فيه لوج والنيجاتيف والايدنتيتي، انا هي السلايد دي الانتنسيتي ترانسفورميشن. انا مش فاهم هو المقصود بال اللي هو على الاكس والواي اكسس ايه ال ام دي الليفلز بتاعت الايمج بتاعتك. ممكن الايه؟ تكتبها، بص الليفلز يو كان لايك، هي ال دي اختصار لليفل حرفيا، يعني ممكن تفكس للالات دي وتقول 0 لحد 255 عادي اللي هي درجات الالوان يعني. بالظبط كده، انت فاهم قصدي؟ هو يعني اه ممكن تفكس للكلام ده وتقول يعني دي هنا كده درجات الالوان بتاعت الاوتبوت قصاد درجات الالوان بتاعت الانبوت. اوكي تمام. فهي الدرجات اللي في يعني على حسب انا هستعمل مثلا لوج ولا ايدنتيتي ولا انفرس لوج او ان باور يعني والكلام ده. بالظبط كده، الالوان اللي في النص دي هي اللي هتزيد على حسب هتزيد على حسب الكيرف ده. انا من الاخر على لو حسب عايز اعرف الكيرف ده. الزياده هنا كده عامل ازاي بشوف يعني بص هنا كده مثلا لو ايدنتيتي البكسل دي الفاليو بتاعتها المفروض تبقى البكسل دي تمام، اللي هي مثلا اكس، اه انما تمام. في اللوج هتطلع فوق هتبقى هي الفاليو دي، فهمت قصدي؟ فاحنا الى حد ما كبرناها يعني، فهمت قصدي؟ هي دي شبه الفيكسينج برايتنس اللي بتبقى في الصور يعني وكده. يعني ايه fixing brightness؟ لا يعني لو في الابلكيشن زي الجاليري والحاجات دي لما بيقول عايز تفيكس البرايتنس بتاع الصورة. بالظبط كده بالظبط. actually الانستجرام فلترز او الجاليري فلترز كان بي امبلمنتد ايزلي جدا 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 بالحاجات دي، هو جاست بيغير هنا، بيغير في الكونتراست، بيغير في مش عارف ايه، بتلاقي الصور طلعت بالمنظر اللي انت عارفه. بس كل فلتر بيبقى له ستيبس، اللي هو مثلا بيقول لك ايه عشان الفلتر يفتح الصوره شويه او يديها مش عارف اللون ايه، اضرب في لوج، اعمل نورماليزيشن، اجمع عليها خمسه، هيطلع لك الفلتر، هيطلع لك الريزلتنج ايمج، فهمت قصدي؟ تمام. انتوا شايفين البتاع دي ولا لا يا جماعه؟ انتوا شايفين الصور دي مش كده؟ انا اه هسيبها. تمام. اوكي ده كان سؤال، احنا حضرنا مركز 4 اسئله في الشيت، فده اكشلي سؤال 5 مش 4. ما علينا يعني. بيقول لي consider the image بتاعت الكاميرا مان دي، يقول لي هنا كده match each of the following transformed versions of the above image to one of the transformations given below, state the reason بتاع ال choice بتاعك. فايه رأيكم؟ الـ image ايه؟ احنا عملنا عليها انهي transformation؟ ثلاثة transformation 3. حد معترض على الكلام ده يا جماعة؟ اوكي نايس. الـ image بي، الـ image بي بقت فاتحة أكتر، which means أربعة أربعة. بالظبط كده عملنا عليها حاجة شبه اللوج أو كده. فاضل لي اتنين، الـ image دي بتهايلايت دي اللي هي اتنين، دي اللي هي اتنين. ان انا عكست الابيض. قصدك الصورة رقم دي اللي هي اتنين؟ بالظبط كده اللي هي دي. وفي الآخر تمام. سي هنا كده كل اللي بيعمله ايه، هو بيخلي الفاليوز اللي قرب الابيض كلها ابيض، الفاليوز اللي قرب الاسود كلها اسود، والحاجات التانية بيبتدي يترانزيشن ما بينها، فدي الصورة رقم سي. ايه السؤال السابع؟ بيقول consider الإيمج given بالمنظر ده، match the following operations to the histograms given below, state the reasons of your choice and the answer مش عارف ايه كده. answer ايه؟ the questions given in 1 and 2. مين 1 and 2؟ مش فاكر صح مين 1 and 2. ما علينا يا جماعه، تعالوا ناخد السؤال واحد واحد. ناخد واحده واحده. دي كده الهيستوجرام بتاعت الصوره. لو انا عايز ازود البرايتنس هلعب في الهيستوجرام ازاي؟ اوصلها بأني واحدة من دول؟ بي اوصلها بي فعلا. لو انا عايز اقلل البرايتنس consequently هاخد دي اوصلها بسي، فدي هنا كده واحد increase the brightness، دي هنا كده decrease the brightness. increase the contrast زي ما قلنا الكونتراست هو الفاليو ما بين اكبر بيكسل واصغر بيكسل، فاللي هو اكني لايك بدخل الصورة دي شمال كده شوية ويمين شوية، فهتبقى الصورة رقم دي.
دي هنا كده الـ increasing بتاع الـ contrast، والـ decreasing بتاع الـ contrast إن أنا بلم الصورة كلها على بعض أو بخلي الصورة بتاعتها رقم 4. باشمهندس معلش، هو الهيستوجرام جراف طلع ازاي من الصورة؟ انا ما الهيستوجرام جراف عدي على بيكسل بيكسل، شوف الـ intensity بتاعتها. بص يعني أنت ممكن أسهل حاجة تعمل بيها الهيستوجرام إيه؟ اعمل تيبل من 0 لـ 55، اتفقنا؟ عدي تمام. على بيكسل بيكسل، عد عدد البيكسلز اللي الفاليو بتاعتها بزيرو وحطه هنا، 5. عدد البيكسلز اللي الفاليو بتاعتها ب 1 هنا، عدد البيكسلز اللي الفاليو بتاعتها 255 هنا. تمام. قصدي بياخد الكلام ده وبيرسمه على الاكس اكسس، والواي اكسس بيبقى عليه الفاليو نفسها يعني. تمام. تمام. طيب السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول ده واحد اسمه والدو بيقول assuming that you are required to find Waldo in the following image. You're sure that Waldo is in the following image. انت متأكد ان الراجل اللي اسمه Waldo دون هنا كده في الامج دي. And you want to design a system to detect Waldo. How would you approach this problem? لو احنا عايزين design system بسيط خالص يجيب لنا الراجل اللي اسمه Waldo ده، نعمل ايه؟ هو لو عملت فلتر بنفس الصورة اللي هو بتاعت والده ده، هو تمام أنا كده يعني. هشاربن الجزء بتاعه؟ هتشاربن الجزء بتاعه. هتعدي الفلتر دون على الصورة؟ الصورة؟ بالظبط. بعد ما تعدي الفلتر على الصورة هشوف يعني، أنا لو قررت لو عملت الموضوع ده زودت الإتريشن كذا مرة مش كده المفروض هيبقى يعني هحدد الإيدجز بتاعته ولا غلط؟ الكلام بتاعك دون في، لو تفتكر احنا كنا بنقول عشان نحدد الايمج اسهل يعني، اسهل تفكير في الكلام اللي انت بتقوله. فاكر لما كنا بنقول عشان نحدد الايدجز كنا محتاجين الفاليوز بتاعت الفلتر او بتاعت الماسك تبقى بتساوي زيرو؟ الفاليوز بتاعت الايدجز او الايه؟ الفاليوز بتاعت الماسك مش بتاعت الايدجز. الماسك. هل والدو ده احنا ضامنين ان الفاليو بتاعته بتساوي زيرو؟ لا عندناش مشكله. مورفر بقى ان انت لما تعدي والدو ده على الصوره هتلاقيه بيطلع لك فاليوز عادي، هتلاقي كله بيطلع فاليوز. لما مثلا اللون الاحمر ده مثلا هتلاقي الفاليو بتاعته كام؟ 180. او اي ما تعدي على حاجه من هنا هتلاقيها برده بتطلع فاليوز، فاهمني؟ ففي الاخر هيطلع لك ارقام صوره ثانيه. وباي ذا واي هو والدو مين؟ نعم ما علينا يعني. المهم ان انت لما تعدي الكلام ده على الصوره هيطلع لك ارقام، هاوفر الارقام دي الانتربريتيشن بتاعها هيبقى صعب قوي. حد عنده فكره ثانيه؟ ايه يا جماعه احنا لسه ما دخلناش في المنهج يا جماعه. ايوه قولي. هو الصراحه بخمن هنا بس، هو ممكن نعديها على الصوره ويبقى فيه وبنشوف اذا كانت القيم ماتشنج مع اي جزء، واول ما نلاقي ماتشنج نرسم مستطيل بالظبط كده. فانكشن رسم مستطيل لو انا فاهم. اكشلي ده الحل بالظبط. الحل اللي انت قلتيه ده اسمه التكنيكال هيت اور مس. يعني ايه؟ هات لي عم، هات لي الراجل دون عديهولي على الصوره من فوق لتحت وشوف امتى الانتنسيتيز بتاعته بالظبط هتساوي الانتنسيتيز بتاعت حاجه زي دي. طبعا الحل ده يعني بالنسبه للمساله هنا شغال، ان براكتس الحل ده مضروب بالنار. طبعا احنا عارفين ان انا مثلا لو عندي صوره عربيه او صوره وش انسان وانا عايز اجيب وش الانسان ده في صوره ثانيه، اكيد 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 الانتنسيتيز بتاعته هنا هتبقى مختلفه عن الانتنسيتيز هنا. ممكن حاجه زي دي تتحل ازاي؟ ممكن نحلها بالهيستوجرام. ممكن ابتدي ابص على الهيستوجرام بتاع الصوره، ممكن ابتدي بدل ما بعمل هيت اور مس دايركتلي هو ده هي مش هو ده، بعمل حاجه شبه السيميلاريتي فانكشن. باجي من هنا اطرحها من الفاليو دي وعدي اخد الكوزاين بتاع الكلام ده كله، اتفقنا؟ فاحنا عارفين ان كوزاين 0 بتساوي 1. طيب كوزاين 0.1 هتبقى فاليو قرب الواحد، هنقول ان هي 0.9. فالحكايه دي الى حد ما بتديني حاجه شبه متريك من 1 نيجاتيف واحد قد ايه الحاجه اللي انا بعديها دي شبه دي، اتفقنا؟ فهو اكشلي في افكار كتير، هاويفر هيت اور مس هنا كده مور فاليد. ليه مور فاليد مثلا ذان الابروتشز دي؟ لان هو الراجل مش قايل ان في اي نويز، هو قايل ان هي دي الصوره بالظبط. فعديها حتى لو عديت، لو عملت بعدها كوزاين هيطلع لي الفاليو بتاعت واحد، هقفش البكسل الفاليو بتاعتها بواحد تبقى هي دي والله. طب باشمهندس معلش، تاني الحل بتاع الكوزاين ده من الاول هعمل ايه؟ تمام. كنت بقول ان لو في هنا كده شويه نويز في الصوره والصورتين اكشلي مش هما بالظبط، تمام؟ تمام.
فاعمل ايه؟ انا السنتر بتاع الفلتر هنا كده، انا بعدي الفلتر ده وبطرحه من الصوره، مش كده؟ اي في تمام. الصوره بطرح منها والده وببتدي احط الفاليوز. فهاجي عند حته معينه هلاقي الحته المعينه دي كلها بصفار. ليه؟ لان هي دي اللي بتماتش والده بالظبط، مش كده؟ مظبوط. خد كوزاين سميشن بتاع الكلام ده كله هيطلع لي واحد، كأنه الراجل ده بيقول لي انا متاكد ان هو ده والده. طيب لو في نويز بقى، والنويز هنا مثلا ما تلاقيش بصفار، تلاقي 0.1 0.2 0.4 0.5، هلاقي بدل ما دي واحد بقت 0.9 مثلا. فاهم واعرف قصدي؟ اجيبها برضو. اعرف اجيبها، فهمت. هلاقي ساعتها هعمل ايه؟ هعديها على الفلتر على الصوره كلها، هجيب الكوزاين، هاخد اكتر فاليو او الماكسيمم فاليو بتاعت الكلام ده كله، واقول له موست بروبابلي الراجل اللي اسمه والده في الحته دي. اوكي؟ تمام. This is not like اكنها بتجيف كونفيدنس على على الحاجه بتاعتي. احنا دايما في الكمبيوتر فيجن او في الاي اي او في الماشين ليرنينج او ايا كان الحاجه، او في الباترن ريكوجنيشن، احنا ما بنحبش الحاجات اللي هي يا اي لا. هي ما فيش حاجه في الدنيا اسمها يا اي لا، في حاجه اسمها شبهه، شبهه قوي، مش شبهه خالص، او مش عارف. فدي دايما عيوب الحاجات اللي هيت اور مس، احنا ما بنحبهاش بسبب البروبلم دي يعني. بس لما نبقى نيجي للكلام ده في المنهج يبقى احنا ربنا. طيب السؤال رقم 12 بيقول ايه؟ السؤال رقم 12 بيقول for the following 1D signal, the first signal represents the original signal. The following two signals represents the signal after applying median or mean values, or sorry, أنا آسف, median or mean filters. State of state which of the signals are the result of applying the mean and which is the result of applying the median. أنا عندي فلتر هنا كده، عندي تاني هنا كده. فرضا إن أنا مثلا ماشي بالمنظر ده، فلما أجي أخد الاتنين دول الـ value بتاعت المين هتطلع لي فين؟ أكيد هتطلع لي هنا، مش كده؟ لان انا اوريدي عندي اتنين بنفس الفاليو. يعني مثلا عندي دي مثلا الفاليو بتاعته واحد، والفاليو بتاعته واحد، وده الفاليو بتاعته خمسه. فلما اجي ارتبهم هيبقى واحد واحد خمسه. فانا متاكد ان الميديان هيطلع لي هنا. فده هنا كده الميديان، وده هنا كده الافريجنج. خدوا بالكم ان الافريجنج هي شيفتد السيجنال بالمنظر ده. فده كده الايه؟ المين او الافريجنج. بيقول how would you spot the differences between the two following images using image processing، ولو عرفت ترسم عليها باوندري يبقى كويس. ازاي هن spot the differences يا جماعه؟ برضه زي ما قلنا من شويه، هنطلع القيم من بعض، بالظبط. ولما يبقى الفاليو مش زيرو يبقى في difference. بالظبط كده، اطرح الفاليوز من بعض، لما الفاليوز ما تبقاش زيرو يبقى في ديفرنس، وفي الاخر هايلايت الديفرنس ده ايا كانت الطريقه اللي انت هتهايلايت فيها ازاي. This is it for النهارده. لسه في يعني لسه في about I think as I recall كانوا سبع او ثمان مسائل في شيت 1. خلونا نعدي عليهم المره اللي جايه ان شاء الله قبل اللاب. المره الجايه هيبقى لاب، هنتكلم في البروجكت ده غير اللي احنا هنعمله في اللاب. قبل ما نقفل بس في حد عايز يسال في حاجه؟ يا جماعة في حد عايز يسأل في حاجة؟ اوكي okay, this is it for section. Have a nice day.